فكرة المقطع بكل اختصار، عندنا أرقام قياسية مستحيل تتكرر مرة ثانية، راح نشوف ونتفرج عليها. لكن قبل ما نبدأ صلوا على النبي وادعموني باللايك واشتراك لأنكم راح تنبسطون بهذا المقطع. هذا الرجل الألماني اسمه روث بوكهولز، وعنده رقم قياسي مستحيل أي إنسان ثاني يوصل له أو حتى يفكر بهذا الشيء. هذا الرجل عنده 453 ثقب بجسده، وحتى عنده 2 قرون، و90% من جسده مغطى بالوش، يا عفو الله. ويحمل لقب أكبر عدد من الثقوب في الجسم اللي حقق في سنة 2010. روث سوى أول وشم له في سن 40، وعلى مدى 20 سنة سواهن أكثر من 500، والآن جسمه يختلف تماما عن اللي كان قبل 20 سنة. ويقول روث أنه على الرغم من أن مظهر الخارجي قد تغير، إلا أنه لا يزال هو نفس الشخص. أكيد تبقى نفس الشخص، أنت مغير الجسم حقك حبيبي، مو مغير روحك يا طيب. ولكن مظهر الخارجي سبب له بالواقع بعض المشاكل، على الرغم من حصوله على بعض الأوسمة والميدالات الغير عادية تم إعادته من مطار دبي في سنة 2014 بناء على مظهره، لكن ما خلاها بخاطره وقال لازم أستمر أكثر وأكثر. وراح ورسم وشم على عيونه وجسم لسانه إلى نصفين، وحتى حط مغناطيس تحت جلده. دونالد جورسيك في سنة 1972 اشترى سيارته الأولى وراح على طول الماكدونالدز، وبذاك اليوم أكل 9 برجر بيج ماك، وهذا الشي خلاه يحب البرجر وكل يوم يروح ويشتري 2 برجر بيج ماك. وفي سنة 1999 حصل على رقم قياسي عالمي لأكبر عدد من برجر بيج ماك يتم تناوله في حياته، لكنه واصل تحطيم رقم القياسي في سنة 2021 بعد ما أكل 32,340 قطعة برجر بيج ماك. وقال دونالد أنه كان يأكل باليوم 2 برجر، وهذا الشيء صاير واجب عليه وما يقدر يقضي يوم بدون برجر. حتى أن دونالد عنده أشياء بها طابع بيج ماك بمنزله، مثل الألعاب الفخمة وصلصة بيج ماك الخاصة. والآن صار له من تناول بيج ماك يوميا ما يقارب 50 سنة، واحتفظ بكل الأطباق البرجر وكل الفواتير اللي اشتراهن من بيج ماك. جون فيشر يحمل رقم قياسي عالمي لا يمكن كسره، ويرجع هذا أساسا إلى أنه ما يوجد شخص يفكر بهذا الشيء. جون فيشر سوى كرة من الملصقات وزنها أكثر من 100 كيلو وتتكون من 200,000 ملصق، وحقق الرقم القياسي صناعة كأكبر كرة في العالم من الملصقات، وإذا أراد يحركها يحتاج رافعة وعربانة لأنه مستحيل تنشال. أطول بلانك على الإطلاق، بلانك هو تمرين للبطن ويبني قوتك الأساسية والاستقرار، وبعض الناس من شدة صعوبتها ما يتحملون إلا بضع ثواني فقط، وبعض آخر يتحمل لعدة دقائق أكثر شيء. جورج الوكيل الخاص السابق في مشات البحرية الأمريكية ووكالة مكافحة المخدرات سوى بلانك لمدة 8 ساعات و15 دقيقة و15 ثانية في شيكاغو. جورج لما حصل على الرقم القياسي العالمي كان عمره 62 سنة، اللي أثبت أنه عنده عقلية قوية ومثابرة. وفي سنة 2016 ماو ويدونغ من الصين حطم هذا الرقم وصار باسمه، لكن جورج تضايق من الموضوع وطلب يشارك مرة ثانية، وقدر ارتود يحطم الرقم القياسي ويوصل لمدة 10 ساعات و10 دقائق بلانك، وقدر يستعيد لقبه من جديد. يتعلم الأطفال أشياء كثيرة من اليوتيوب، والمفروض مو دايما أشياء حلوة وكويسة. لكن ستيفن ويج اللي عمره 9 سنوات من فلوريدا تعلم بالواقع شيء يضمن له مكان في كتاب غينيس للأرقام القياسية العالمية. ستيفن شاف شخص اسمه إيلي بيشوب يصفق بيده بمقطع فيديو على اليوتيوب لتحطيم الرقم القياسي العالمي، وقرر ستيفن أنه هو هم يحاول الحصول على اللقب، لذا بدأ يتدرب على التصفيق عدة مرات في اليوم وصار أسرع بكل مرة، وبالأخير صار جيد جدا في التصفيق لدرجة أنه كان قادر على التصفيق 1080 مرة في الدقيقة الواحدة، وحطم الرقم القياسي العالمي ودخل كتاب الأرقام القياسية العالمية. والآن يمكن لستيفن يشوف نفسه على اليوتيوب كصاحب الرقم القياسي بدل إيلي بيشوب.
فريدي نوك، هو تاجر معروف وفنان للأسلاك العالية، وراد المساعدة في الاحتفال بأحد المراكز التجارية في سويسرا احتفال للذكرى السنوية الأولى، لذا قرر هم يساعدهم وهم يسجل رقم قياس ويدخل موسوعة غينيس. وبالفعل سجل أطول وقت يتوازن به على كرسي على حبل مشدود، من حيث ارتفاع الحبل 36 قدم يعني حوالي فوق 20 متر، وبقى هناك لمدة 8 ساعات و30 دقيقة و55 ثانية، يعني شيء خرافي. ومو بس ظل قاعد فوق الحبل، حرك الكرسي للأمام حتى يوصل الجانب الآخر من المركز التجاري حتى يتغلب على الملل ويلهي نفسه عن تشنجات العضلات، وأكل البرجر والآيس كريم لإعالة نفسه خلال الساعات 8:30، وكان لابس سماعة تسمح له بالتحدث مع المتفرجون والإجابة على أسئلتهم. تعتبر المرأة الاسترالية إيفا كلارك مصدر إلهام للكثيرين. انولدت بعائلة كانوا فقراء، وبمرحلة الطفولة انضمت إيفا إلى الجيش الاسترالي لتبدأ مسيرتها المهنية حتى تكد على أهلها، والتمرينات الجيش الاسترالي خلاها تصير قوية بشكل لا يصدق، وقدرت تحصل على 10 ألقاب قياسية عالمية بمجال اللياقة البدنية. أكبر صورة رملية، بناء القلاع الرملية هي هواية مفضلة عند الكثير من الأطفال. قرر نادي أبو ظبي للطيران الرياضي بأنهم يريدون أيضا اللعب في الرمل، لذا حققوا رقم قياسي عالمي لأكبر صورة مرسومة من الرمل في سنة 2022. الصورة عبارة عن مخطط تفصيلي لخريطة الإمارات العربية المتحدة، وتتضمن صور لقادة الدولة الإمارات العربية المتحدة، وكانت الصورة الرملية تحتوي على تفاصيل وجه مذهلة وخط رائع في حروف الإمارات العربية المتحدة. وهذه الصورة خذت وقت حوالي 30 يوم حتى يكملوها، وبأربع ألوان صحراوية مختلفة، واستغرق الأمر 150 شاحنة و80 طن لإكمال هذه الصورة.